يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا مدرس يقول: ما حكم وضع سؤال في الاختبار مكون من سورة كاملة ويجعل فراغ بإسقاط آية وجعلها في خيارات وربما لم توضع خيارات، فما حكم مثل هذا العمل؟ ما أدري والله، لكن العبث بالقرآن لا يجوز. العبث بالقرآن ثم كتابة الآيات في ورق الامتحان ثم بعدين يطرح في القمامات وفي سلات المهملات، مشكلة، يعرض القرآن للإهانة. نعم.